اوكي يا شباب، بداية رحلة العبد الفقير الى الله، بداية الحياة الواقعية يا شباب. زي ما انتم شايفين خلاص بديت من اول وجديد مشوار لاعب اسطوري قادم باذن الله. طبعا بدايتي انا راجع طبعا من المطار وكنت تعبان، كنت في بلد تانية وانتقلت حديثا الى انجلترا، وهنشوف هنوصل لفريق ايه. لكن بداية الكلام كده اوكي، خلينا نشوف الواد ده صاحبي زميلي من انجلترا، اتعرفت طبعا عليه على النت زي ما انتم عارفين يعني وكده، وطبعا ده شكلي بإذن الله تعودوا عليه. بداية مهنتي الجديدة اللي هيدمر الدنيا، أنا هدمر الدنيا يا شباب، أنا هدمر الدنيا وهولع الدنيا في إنجلترا بإذن الله. لكن هنشوف. أنت لاعب كورة ماسك مسدس ليه يا صاحبي يا حبيبي؟ هو ناوي على شر وناوي على قلة أدب، شكله هيبقى لاعب كورة الصبح، لاعب كورة وبالليل مجرم، أو على حسب بقى جدول أعماله يعني وجدول أشغاله. هو بيلعب كورة لكن مجرم برضه. لكن قبل ما نبدأ، لو عجبكم الفيديو متنساش تحط اللايك، لو ده تشير في القناة عايزين نوصل الفيديو ده لأكتر من 120 لايك. لو عجبتكم السلسلة ممكن نكمل فيها أكتر وأكتر يا شباب. يلا يلا ليتس جو. زي ما أنتم شايفين طبعا المحلات والطرق والكلام ده، طبعا هنستكشف كل الكلام ده، عايزين نشتري بيوت. كل ما نعلى في الليفل وكل ما نروح لفرق أكبر، كل ما يبقى معانا فلوس نقدر نشتري عربيات، نقدر نشتري بيوت، نقدر نعمل كذا حاجة. وطبعا يعني الشغل الخفافي اللي هو الشغل بتاعنا الحقيقي اللي بيجيب لنا فلوس فعلا، هو العصابات بقى والشغل ده زي ما أنتم عارفين. عندنا سباق كده من البداية. أوكي يا شباب احنا هندخل سباق والله. اوكي الراجل المظبوط ده اداني عربيته، تسلم والله يا صاحبي، تسلم والله يا صاحبي، ده اكيد ده صاحب صاحبي ده لامار، ده اسمه لامار، لا انا افتكرته. فيلا يا لامار. كلهم طبعا عربيات متواضعه لسه في البدايه، فليمار هو اللي مظبطني في العربيات الصراحه. ممكن ناخد دي والله، حلو اللون البرتقاني، ظبطنا العربيه وظبطنا كل حاجه. ريدي تو بلاي، ريدي تو بلاي، ليتس جو. يلا بالعربيه بتاعتي الجديده، اول سباق يا شباب في اللعبه، اول سباق ليا. يلا ليتس جو ليتس جو، حماس طبعا وشغل عالي. يلا يا شباب لو عجبكم المحتوى زي ما قلت لكم متنساش تحط لايك، اشترك في القناه مش مشترك، ولا على ماريا خد يوم. مشكله العربيه بتاعتي بطيئه، انا عارف انا عارف، باذن الله هنخش سباقات بقى على اكبر. ايوه لبس ده جبت لازمه. ماشي ماشي، لسه 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 لسه، ماشي انا الاول انا الاول. العربيه اتشملت على الاخر اوكي، بعدت عنه جدا. ودي يا نبيل يا جامد، بس بعديك ولا عيب عليك يا اسطى، عيب عليك. انا سواق قديمه، انا سواق على قديمه، خلي بالك جامد، انا خلي بالك في السواقه. مظبط الاداء يا ولا، بس لا سباق ايزي، سباق ايزي اتوقع يعني. ليمار فدلنا، ليمار فدلنا، اي خطا اي لبسه. لا لا لسه بتكلم يا عمي نبيل، الله يرضى عنك. ماما صعبت، مش عارف العربيه درفتت ليه كده، عملت درفت مره واحده. ولا ولا ليمار يلا كوريا، بس بس سبقته سبقته سبقته، عربيتي احسن منك برضه، عربيتي احسن منك، ريح يا خلاص. قربت 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 والله، السباق طول والله، السباق طول. وليمار ليمار حلو في سواقه. لا 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 ولا ريح يا، بس 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 الحمد لله، والله كان هيكسب، والله كان هيكسب، لكن الحمد لله كسبنا. فعلناها في اول سباق لي وطلعنا المركز الاول في دقيقتين وقول 3 دقايق، قول 3 دقايق، وخدنا 4500 دولار. حلو الكلام قوي، نبتدي بيه كده وتبقى بدايه حلوه. يا ولا اديله الراس. اوكي يا شباب، وقعت رسميا مع نادي نيوكاسل زي ما انتم شايفين، انا المهاجم باذن الله اللي اعتمدوا عليه في الايام الجايه. وخلاص رسمي بعد ما شفته بعد السباق الجامد جدا اللي جبنا بيه فلوس، قدرت بقى اجيب بدله بقى وجبت حركات عشان بقى ايه، عشان الشغل العالي والشغل عالي، وعشان نبدا باذن الله الكارير مود بتاعنا. اول حاجه واهم حاجه لازم اعملها ان انا اللاعب بتاعي ياخد ثقه عاليه عند المدير الفني، بما اني انا غالبا هو اداني رقم 9، فغالبا انا هيبقى المهاجم الاساسي لنيوكاسل. نيوكاسل طبعا بعد الاستحواذ الكبير السعودي، فعايزين برضو ايه نظبط الاداء معاهم علشان يعني ان شاء الله نتاهل معاهم لدوري الابطال في اول موسم ليهم. والله شباب تدريبات تدريبات ليتس جو. يا شباب وصلنا برضو للمستوى الثاني في فيفا زي ما انتم شايفين. الجيم الاول جبنا ايه، الثاني للاسف جبنا في اف فيه وفشلنا فيه، والثالث جبنا بي، فحلو الكلام. يا شباب زي ما انتم شايفين عندنا لقاء ممكن نلعب احتياطي، كسبانين 2-0. حلو حلو، ممكن انزل. يلا يلا ليتس جو نلعب باذن الله احتياطي ونشوف هنعمل ايه. اوكي اوكي يا شباب، ابو نبيل مكان ايزاك رقم 9. ابو نبيل ابو نبيل، عايزين 6.5 وسجل هدف، واوكي 3 تمريرات في ملعب الخصم. اوكي اوكي سهلين جدا. يلا يا نبيل، حلوه حلوه حلوه. يلا نبيل يلا نبيل، هي البدايه هي البدايات. لا بس سيء يا نبيل. يلا ال1 يلا، هي ال2 هي ال2، بيحاول ينطلق لكن ما فيش. ضغط عليه ضغط عليه، باص يا الله، حلوه حلوه الباص، جميل والله الباص، جميل والله الباص. العب هنا اهي، ها
يلا نبيل. بص تاني لسه خطير. اي جرب بيجرب بيجرب حظه لكن للاسف. والله هي 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 اسست الاسست 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 يا جامد يا ابو نبي. لا 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 اسست عالمي. روح هي هي نبيل هي نبيل يا نبيل ركز. لا حرام عليك والله بتعمل ايه منك لله يا كلب. حرام عليك والله يا حرام ده انفراد. لسه برضو التسديد عندي مش احسن حاجة. ماشي ما تحسبليش اسيست بس جول. ماشي هيزود التقييم بتاعي. تريمبير بيسجل الهدف او تريمبير اكتساح بفضل طبعا ابو نبيل يعني عشان انا نزلت وعديت. فحلو جدا 4-0 يا شباب في اول مشاركة ليا بعمل يعتبر اسيست ويعتبر اسيستين. في عندنا لقاء برضو امام اساسونا متعادلين. اوكي ممكن نخش ده ممكن نخش. وايزاك مطرود. اوكي يا الله ايزاك مطرود مننا لاعب كده. هنلعب ب10 لاعبين. نلعب اللقاء ده وخلينا نشوف ندور على بيت يا شباب. احنا ما عندناش بيت لغايه دلوقتي فمش عارف هنشوف برضو نعمل ممكن نعمل نسرق بنك ولا حاجه علشان نجيب بيت. حلوه حلوه والله 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 جميله والله جميله. يلا ايزاك شيل يا ايزاك. يا ايه ده هو ايزاك بيلعب هو مش ايزاك مطرود المفروض. هي هي اسست 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 يا ابو نبيل ايزاك ايزاك المطرود المفروض لكن هو ليه موجود في الملعب. حلو الكلام يا نبيل جميل جميل. فكرت ان انا رقم 9 وهو رقم 9 برضه لكن الغريب ان هو رقم 19 وانا رقم 9. يا اسستاتك يا اسستاتك يا ابو نبيل يا عالمي. حلوه يا ولد. يلا نبيل العب لايزاك. هيا اوه جميله 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 هيا هيا. واحده قدر ما جاتش ما ظبطتش يا نبيل. بوب يا عالمي بوب يا عالمي بوب يا جول. الحمد لله خبطت في القائم الحمد لله. يخرب بيت شكلك انا طلبت الكوره لكن مش كده انا كنت طالبها كرفعه مش كباص يعني انت بصيتها لي حرفيا. يلا هيا 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 هي الباك اسرع مني. لسه لسه السرعه لسه لسه ما استويتش لسه ما استويتش على السرعه. ماشي 1-1 نايس عملت اللي عليا وعملت اسيست زي ما هو طالب مني يعني. اوكي بشكل اساسي يا شباب خلاص من الماتش اللي جاي. ايه ده انا مان اوف ذا ماتش كمان مان اوف ذا ماتش وباذن الله هلعب بشكل اساسي في من اللقاء الجاي فحلو جدا. اوكي يا شباب قابلنا الامارة مره ثانيه خلينا نشوف هنحصل ايه معاه طبعا بعد اللقاءين اللي احنا لعبناهم بيقدمنا مستوى كويس يعني وخلاص المدرب خلاص بدا ياخد ثقه فيا وهيشارك بشكل اساسي لكن خلينا نشوف ليمار ايه اللي هيحصل معاه وهنشوف هيعمل لنا ايه عشان نجيب فلوس وعشان نقدر نبني نجيب بيت يعني ونظبط الاداء. اللي انا اكتشفته ان انا كنت في السجن يعني انا كنت في السجن وخرجت من السجن يعني دي بدايتي من اول وجديد. خلينا نشوف. اوكي في مهمه تقريبا هو مديها لنا هنروح عند النقطه الصفراء دي خلينا نشوف ايه اللي هيحصل لما نروح هناك يعني. بس العربيه دي بقى بتاعتنا فحلوه يعني سريعه باذن الله لما نعدل عليها بقى ونظبط عليها السرعه وبتاع وتربو والكلام ده. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل بس لما نروح الى تقريبا وصلنا. اوكي اتس ذا دراكس ولا اوكي بدايه كده على طول ولا لا عاوز تخلف ولا متخلف ولا انت هو يلا هموت هموت بس ريح يا ريح هادي يا ابن ال خد لك ساتر يا عم نبيل. ايوه سلام عليا ايه ده ما ماتش موت يا ابن الجزمه انت هو ايوه ده مات. هاي ما عنديش رصاص اخر رصاص اخر رصاص مو بقى مو بقى ده انت غير 6 هو والله. اوكي اوكي معناها 6 خدنا 6000 دولار هموت يا جدعان هموت 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 في تاني اكيد المسدس بتاعه ضعيف ليه كده ماشي لازم اجيب الدراجز ده كده انا بيه المخدرات خاف يطلع لي حد مره واحده شكل مخدرات بعيد والله جيت هنا ليه خد تعالى تعالى انزل يلا انزل يلا يلا هو على ظهري ووشي كده العربيه العربيه ماشيه يا شباب عشان كده امال العيال هربوا من المخدرات. يلا انا بحب الاكشن انا اصلا انا بحب الاكشن ايوه خد يلا على يلا يا ابن هم دول تقريبا اهو هو العربيه دي ايه العربيه دي اثبت يا
اثبت يد يا ابن ماشي. بس جبنا وقت من البدرات. ليمار هو اللي عايزه صح؟ ماشي خدناها. هنرجع بقى للنقطه تاني ونروح لليمار عشان يحاسبنا بقى ناخد فلوسنا، ناخد فلوسنا كاش. اكيد مش هيدينا عربيه ومش هيدينا كل الحاجات دي ببلاش، يعني هنشتغل عنده. يا شباب خلاص وصلنا يعتبر لبيت جيرالد. عارف جيرالد مين؟ كان وصلنا له خلاص، وصلنا نوصل المخدرات واكملنا المهمه. اه جيرالد هو ليمار يعني. ماشي زي ما قلت لكم اهو وصلنا مخدرات كده من البدايه. ماشي ايه ده؟ ايه معلم ده؟ هو بيعرفني عليه بقى عشان اكيد هنشتغل سوا، واديت له المخدرات بتاعته. ايوه كده اديني فلوس يابا، عايز اشتري بيت يابا، عايز برضو يعني اشتغل على نفسي برضو في الكوره، وابعد بقى عن السكه اللي انا فيها دي. اتصرف انت بقى وانت وصاحبك مع بعضيكوا. انجزت المهم الحمد لله بسلام وامان، خدت 500 دولار حلوين احسن ما فيش 500 دولار. فبس يا رجاله اتمنى تكون الفيديو عجبكم، زر اللايك واشترك مشترك لو حابين نعمل السلسله دي مره ثانيه، ونشوف بقى المهمات اللي هتبقى عندنا والحركات والاكشن اللي هيحصل كمان في نيوكاسل. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. كما محمد نبيل في امان الله، اشكرك في الاحتجاج. مع السلامه يا شباب.